انا صاحبة هاشتاج رحلة علاج الشعر وهاشتاج رحلة العناية بالشعر، والنهاردة عشان رايحة اغسل شعري من ماسك الزيت قلت فرصة اتشارك معاكو بروتين بسيط ولكن تأثيره رائع جدا، بيساعد الناس اللي عندها مشاكل بالشعر في رحلة علاج الشعر ورحلة العناية بالشعر. الروتين النهاردة هو للشامبو، وطبعا الشامبو مهم جدا لانه هو السبب الرئيسي لتدمير الشعر للأسف، ودايما كنت بتكلم على الموضوع ده للناس اللي متابعاني على تيك توك والناس اللي متابعاني على اليوتيوب. النهاردة هنتعلم نقلل أضرار الشامبو للمينيموم لأقل شيء. سو كل اللي هنعمله، أي نوع من أنواع الشامبو، مفيش نوع محدد ولا نوع معين، المهم بس يكون الشامبو نوع جيد، وأي نوع مية ورد، مفيش نوع محدد ولا نوع معين. اللي هنعمله ان احنا بناخد الكمية اللي بنحطها على شعرنا من الشامبو وبنضيف عليها ماء معقم وبنضيف عليها مية ورد. طبعا مية الورد انا دايما بتكلم عنها للناس اللي متابعيني على تيك توك وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك، انها بتعادل الوسط الحمضي لفروة الراس، بتعادل الوسط الحمضي للشعرة، يعني بتظبطه ل 5.5، وده بيعني تحسن كبير لفروة الراس، تحسن كبير للشعرة. بس ينكسر الوسط الحمضي المتعادل بتحصل كل المشاكل اللي احنا بنعاني منها. تاني شيء، مية الورد تحتوي على الكالسيوم، والكالسيوم بيعمل تكبير او بيعمل اعادة بناء للشعرة، بيدعم الشعرة بشكل رائع جدا. وتخفيف الشامبو بالشكل ده بيخلينا نستخدمه بشكل جيد على كل الشعر بالتساوي، وكمان بيخلينا ننظف الشعر من الزيوت ومن الدهون ومن مواد التصفيف اللي احنا بنستخدمها من غير ما نفقد الزيوت الطبيعية المفيدة اللي بتحفظ فروة الراس وبترطب الشعرة. So الروتين ده هيفرق معاكم كتير 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 كتير، يعني اكتر مما تتصوروا. وما تشكرونيش دلوقتي، هتشكروني بعدين، وما تنسوش ابدا اني بحبكم كتير.